خليني بقى اسالك في القصه الدراميه، ساتر. قصه الاعتزال، لان انا كنت لسه بحكيها قصه الاربعه الكبار. وانا هو كان الكباتن على طول بالترتيب كده، كان كابتن طاهر ابو زيد، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمود صالح، كابتن علاء مهوب، كابتن محمود الله صالح على يرحمه رحمه الله الله، يرحمه. صح كده؟ صح. وانا كنت الخامس. فجه كابتن صالح استدعى الاربعه الكبار. انا زعلت جدا، قلت يا نهار، وانا يعني ماليش في الطيب نصيب ولا طبعا ايه؟ لما عرفت فرحت. لا والله، لا قلت ايه ده، معقوله بتاع. بعدين فوجئنا، قال لك ده الاربعه دول الكابتن صالح قال لهم بطلتم. الحمد لله الحمد لله. كويس لا اللي ما قاليش. فانا كنت لسه بحكي القصه دي من كام يوم، بس عايزك انت تحكيها بقى، ايه اللي حصل؟ يعني حدوته، انت كان عندك مشاكل في الركبه، عشان نكون طبعا امنا يعني. طبعا انا طبعا. فاكر يا جماعه علاء، كنا في اثيوبيا مع المنتخب، وكابتن جوهري كان لا يستغني عن علاء، واول هدفين في تصفيات مصر في كاس العالم، مصر وليبيريا، صاحب الهدف الثاني كان علاء ميهوب. انت كنت الهدف الثاني صح؟ ما تقولش الهدف الاولاني مين. انت الهدف الثاني ولا انا الاولاني؟ الاولاني انت الاولاني. صاحب الهدف الثاني بقى كان مين؟ كابتن محمد رمضان. رمضان صح. كويس، كسبنا 2-0 هنا. كابتن علاء كابتن جوهري ما كانش بيستغنى عن كابتن علاء، وكان ياخد حقن، وكانت شغلانه. فاكر كنا في اثيوبيا وعلاء قاعد ضارب رجل على رجل، جه ما قدرش يفرد ركبته. فاكر دي؟ كنا في السفاره طبعا. المصريه في اثيوبيا، غضروف كان عنده علق. الام رهيبه، وصممت تلعب المباراه على ما اظن كمان يوميا، رغم المحايلات انه ما يلعبش، لكن صمم يلعب. عايز احكي شويه، هل الاصابه كان لها دور في الاعتزال؟ هل كان في خلافات؟ احكي لي، لانه ده موضوع مهم الناس تحب تسمعه منك. خلافات؟ لا ما فيش خلافات الحمد حتى. لله. لا لا، ومفنش الموسم كويس. ومخلصين كان كاس مصر الكاس مع مصر، ضد الزمالك انت 2-1، لاعب المباراه. ولعب لا لعبت تمام. الشوط الاول، وبين الشوطين كابتن قمر غيرني ونزل هادي خشب، تمام. لدرجه ان عبد العال بيقول لي احنا لما شفنا ان انت ما نزلتش الشوط الثاني احنا مش مصدقين نعم. في المباراه نفسها. لكن هو انا كان قصدي لاعب مشارك في المباراه لا دي لعبت يعني. وخلاص، ما فيش حاجه خالص. نعم. لكن هو كان تقريبا يا احمد دي كان قرار ان ده هيبقى اخر ماتش لينا احنا الاربعه. والله. والله بغض النظر هنفوز او مش هنفوز، غالبا الموضوع يعني محسوم. كويس، فوزنا وكده. بعدها بفتره بدات الكلام يعني، ما سمعناش حاجه علاء، لا بس ما في كلام، سمعناش حاجه خالص لا خالص، لكن خالص. بدا بس كلام ايه يتكتب كده في جرايد، يترمي. يترمي. بس طبعا ما انا حدش يصدقه. لا، انا ما حدش صدقه، انا ولا في دماغي طبعا ايه ده، امشي من النادي كلنا. امشي من النادي الاهلي؟ انا مش ممكن، استحاله. ها، ومش مصدق. لحد ما راح كابتن صالح انا مش مصدق. انا مش صدق، انا انت ممكن رايح متخيل هيكلمكم على الموسم الجديد والقصه ما انت والحدوته. رايح برضو في الكلام بدا يوصل لك، فانت في سنه قلق، بس انا مش مصدق. فكاب صالح ده رحنا عنده المكتب وكده، سلم علينا وقال لنا يا جماعه احنا شايفين احنا السنه دي انتوا اخر سنه ليكم، اللي عايز اللي عايز يعمل ماتش اعتزال طبعا اكيد، واللي عايز يكمل 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 بره النادي. بره النادي اكيد طبعا يعني. ف يعني واحد واحد بقى كده اتكلم، كابتن ربيع اتكلم قال لا انا هعتزل، كابتن طارق زيد قال لا انا استنى شويه، كابتن محمود صالح قال انا هعتزل، ها علاء. فقلت له كابتن صالح عايز العب. انا عايز العب، انا حابب العب يعني، فانا عايز العب بس. وخرجت، خرجت سواد الدنيا كله قدامي، عارف صحيح. والله العظيم احمد وحياه ربنا، عارف اكن حياتك انتهت، يا نهار ابيض. والله العظيم وحياه ربنا حياتك كلها تحس ان هي انتهت. لان انا بمنتهى الامانه، مش كلام، انا حياتي كلها كانت كوره والنادي الاهلي. ايوه. انا كل محور حياتي نادي الاهلي، كوره نادي الاهلي، الكوره بس، ما عنديش حاجه تانية، ما بفكرش في حاجه تانية. كل ايوه. تفكيري انا عايز اروح النادي الاهلي، انا عايز اتمرن. انا اللي خلاني اللي عجل اصابتي ان انا مش عايز اقعد، مش عايز ده اعمل، صحيح. مش عايز اعمل عمليه. نعم. يعني مش عايز اعمل عمليه عشان انا عايز العب، انا حابب العب، عايز ابقى موجود في النادي، عايز العب، عايز العب ماتشات كده. وطبعا ناس كتير اتكلمت معايا، طب نعمل عمليه؟ لا، انا طبعا تفكيري كان سيء في انت الوقت لازم ده تعمل غضروف في الوقت طبعا، ده. لعب عليه سنه نادي ومنتخب، تفرتك. فطبعا الموضوع انتهى تماما يعني. لكن بعدها مشيت، روحت البيت كده هديت شويه، وبلغتهم في البيت عندنا في الحمديه وكده، وبدات ايه بقى شويه 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 الموضوع بدا يهدى، وبدات افكر يعني في ممكن سفر. حد كلمني، طب ما تيجي نروح نادي الزمالك؟ قلت له صعب عليا اروح نادي الزمالك، نادي الزمالك طبعا نادي كبير واي حد يتمنى أكيد. يروحه اكيد نعم. طبعا، لكن انا ما ينفعش، انا متربي في النادي ده، فما ينفعش بالنسبه لي صعب. فجت موضوع الاولمبي، كابتن بوري. كابتن بوري أي كاس هو اللي كلمني، أحمد كاس الكاس. طبعا كاس حبيب عمري يعني، طبعا. كلمني على ما تيجي مش عارف ايه، وكان كاس محمد وليم وهيثم فاروق، وكانوا نعم. الثلاثه ما شاء الله موجودين، كانت فرقه كويسه قوي ساعتها. المهم كلمت، خدت راي كابتن جوهري، كويس. كلمت في التليفون كابتن جوهري، دلوقتي الموضوع كذا كذا وانا عايز العب يعني الاولمبي وكده، قال لي خلاص علاء روح، ووجود الكاس برضه هينفع وكده، ورحت.
وخلاص كملت بقى في الاولمبي وكده مع كابتن بوري واتمرنت ناس الحقيقه لقيتها لذيذه سلسة. الدنيا هاديه جدا وده اللي كان محببني في الموضوع. وكملت في الاولمبي لحد ما جبت فيك الجول ما تفكرنيش هيا نشوف الوقت خلاص كويس وبعدين خلاص يعني